بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 96 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله، بارك فيكم. نبدأ برسالة السائل محمد فوزي، يقول: ما هي الأعمال التي تجعل المسلم من عباده السابقين المقربين، وهل يمكن أن يوجد أسباب يعملها الإنسان كي يصبح من المقربين إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمقربون هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم المقربون. نعم، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نعم. يقول خليفة: صديقي يمتلك مقهى كوفي شوب وتقدم فيه الشاشة بالنسبة للشباب والمرتادين، فما حكم المال الذي يدخل من هذه الناحية من هذا المقهى؟ هذا مال مختلط، إن كان فيه أشياء مباحة وفيه أشياء محرمة فما يدخل منه فهو مال مختلط من الحلال والحرام. أما إذا كان مخصصا للشيشة والدخان وما أشبه ذلك من المحرمات فكهذا دخله كله حرام. على المسلم أن يتقي الله وأن يطيب مطعمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والأكل الحرام سبب لمنع قبول الدعاء كما جاء في الحديث. فعلى المسلم أن يختار الكسب الطيب الحلال، لأنه يغذيه تغذية طيبة ويعينه على طاعة الله ويسبب له الخير والبركة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم ريان تقول: يا شيخ، بالنسبة لتغسيل الصغار حتى عمر 5 سنوات بعد قضاء حوائجهم، هل يبطل الوضوء؟ إذا لمست فرجه، يعني القبل أو الدور، لمسته بيدها من غير حائل فإنه ينتقض وضوءها بذلك. أما إذا كانت تلمسه من وراء حائل فلا ينقض الوضوء. نعم. يقول هذا السائل أيضا: هل يجوز الاستثمار في البورصات العالمية، وكيف يتم حساب الزكاة في المؤسسات الخدمية مثل بعض الشركات؟ البورصات العالمية إذا كانت تتعامل بالقمار والميسر أو بالربا فلا يجوز التعامل معها ولا المساهمة فيها. أما إذا كانت تتعامل بشيء مباح وشيء طيب فلا مانع من التعامل معها. فهذا يتوقف على نوعية تعامل البورصات. إن كان تعاملها حرام فالكسب منها حرام ولا يجوز الاشتراك فيها. وإن كانت تتعامل تعاملا مباحا ليس فيه شيء محرم التعامل معها مباح. نعم. يقول: كيف تتم حساب الزكاة في المؤسسات الخدماتية؟ المؤسسات الخدماتية الزكاة على غلتها، يعني زكاة، يعني مؤسسات تخدم المجتمع أو تخدم الناس بالأجرة، هذه زكاتها على غلتها. نعم. هذه الأخت حورية تسأل عن حكم لبس عباءة الكتف الفضفاضة من كل النواحي لجسم المرأة وساترة، هل يجوز لبسها؟ لما كانت المرأة مطلوب سترها واستعمال العباءة أو الجلال الساتر فإن الأعداء تسلطوا على هذه العباءة ليفسدوها، فصاروا يعبثون فيها ويحدثون لها أشكالا تصبح من أنواع التجمل وليست من أنواع الستر. هي المقصود من العباءة الستر لجميع البدن من الرأس إلى القدم والعقب، هذا المقصود، وألا تكون ضيقة، تكون فوق الثياب من باب الاحتياط للمرأة، هذا هو المقصود من العباءة. تكون أيضا ليس فيها زينة ولا تطريز، وإنما تكون ساذجة ليس فيها تطريز ولا زينة، ولا تلبس على الكتف بل تلبس
على الرأس، هذه العباءة المطلوبة. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا الفاضل أحمد: أنا سوداني وأحب الشيخ صالح وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء على نشره للعلم الشرعي. سؤالي لفضيلة الشيخ: أنا أعمل مزارع، فإذا كان حصادي لا يغطي حتى ديوني وعلي ديون كثيرة، هل علي إخراج زكاة؟ نعم، الزروع تجب فيها الزكاة ولو كان عليك ديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من المزارعين وأصحاب المزارع ولا يسأل هل عليهم ديون أو لا، هذا مال ظاهر تأخذ الزكاة منه. نعم. هذا السائل عبد الحكيم يقول: والدتي تستغفر وتسبح لوالديها لكل منهما 100 مرة في كل يوم ما حكم الاستغفار للوالدين بعد مماتهما؟ شيء طيب الاستغفار للوالدين وللمسلمين، استغفر لنفسه ولوالديه وللمسلمين، هذا أمر مشروع. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، كما قال نوح عليه السلام، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، كما قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الاستغفار للإنسان ولوالديه وأقاربه وإخوانه المسلمين الأحياء والأموات أمر مطلوب، ويكثر الإنسان من هذا. نعم. فضيلة الشيخ، أيضا ما حكم إهداء ثواب الأعمال للأموات وما الراجح فيه؟ يهدى للأموات من ثواب الأعمال ما ورد به الدليل ويقتصر عليه. ورد الدليل في أن الدعاء ينفع الأموات بإذن الله، وأن الصدقة تنفع الأموات بإذن الله، وأن الحج والعمرة ينفعان الأموات، الأضحية عن الميت كذلك لأنها من الصدقة تنفع الميت بإذن الله. نعم. هذا الأخ مسعود يقول: هل صحيح قول بأن الإمامة في الصلاة وكذلك الخطبة للخطيب الجمعة بأنها تكليف وليس تشريف، وما معنى تشريف؟ تشريف يعني فيها شرف وفيها فضل، وهي كذلك هي تشريف وهي تكليف أيضا، لأنه مكلف بأن يقوم بالإمامة والخطبة ويؤم المسلمين في الصلوات وفي الجمعة وفي الخطبة، هذا من الإحسان ومن الدعوة إلى الله عز وجل ومن القيام بالواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائلة أختكم في الله: فضيلة الشيخ، أنا أدرس مسائي وأصلي صلاة العصر بالمدرسة وكانت القبلة خاطئة، وأنا الآن لا أعلم كم صليت من صلاة على هذه الناحية، فأفتوني مأجورين. إذا كانت القبلة خاطئة بمعنى أنك لم تستقبل القبلة ولا الجهة التي فيها القبلة، وإنما أنت منحرفة عن القبلة بظهرك أو بجنبك، الصلاة غير صحيحة لفقدانها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. أما إذا كان الانحراف يسيرا لا يخرجك عن الجهة التي فيها القبلة، الصلاة صحيحة والحمد لله. وعلى الأول الذي انحرف عنها انحرافا كليا عليه أن يعيد الصلاة لأنها غير صحيحة، وإذا كان يجهل عدد الصلوات فإنه يقدرها ويعمل بلحوط في تقديرها. والذي صلى في البلد على غير القبلة ويقول أنا اجتهدت، نقول هذا ليس محل للاجتهاد، عندك ما يدلك على القبلة، عندك المساجد، عندك المحاريب، عندك الناس تسألهم عن جهة القبلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ يونس يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم القول عند الدعاء مثلا إن شاء الله يرزق فلان الولد مثلا، وهل هذا يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اللهم اغفر لي إن شئت عند الدعاء وأمره بالتأمين، أم أن التأمين خاص بمن سمع الدعاء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى، فلا يقول إن شاء الله إذا دعا له أو لأخيه أو لأحد من المسلمين، يدعو دعاء جازما ولا يتردد فيه، لأن إن شاء الله استثناء، فيها استثناء وليس فيها جزم، فيترك هذه اللفظة. نعم. عبد العزيز يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، يا شيخنا أنا في النهار أحفظ القرآن وفي الليل بعد العشاء أقوم فأصلي النافلة، وفي نيتي كي يثبت ما حفظت من كتاب الله، فما حكم صلاتي بهذه النية؟ هذا شيء طيب، تؤجر على الصلاة وتؤجر على تلاوة القرآن إن شاء الله، وحرصك على الحفظ هذا عبادة أيضا. نعم. أحسن
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، كيف أحفظ المتون العلمية مع الشروح؟ أفيدونا مأجورين. ليس من طريقة التعلم حفظ المتون بدون معلم، لا بد أن تحفظها على معلم يشرحها لك ويوضحها لك. أما أنت تحفظ المتون بدون معلم على نفسك فقط تحفظ شروحها، هذا لا يكفي، هذا تعب بلا فائدة وعناء بلا فائدة، وربما يضر هذا، لأنك تظن أنك تكون عالما بهذه الطريقة، وربما تفتي وتحلل وتحرم وأنت جاهل، وتفهم خطأ من هذه المتون أو هذه الشروح وأنت لا تدري. فلا بد من الجلوس على أهل العلم وقراءة هذه المتون حفظا أو نظرا وشرح، ولا بد من شرحهم لها وتوضيحهم لها حتى تفهمها. هذه طريقة طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نرجو من الشيخ حفظه الله توجيه عامة الأمة بخصوص كذبة إبريل التي تتردد بين الفينة والأخرى. هذه مستوردة من جملة العادات الباطلة، ليست من أعمال المسلمين، والكذب لا يجوز لا في إبريل ولا في غيره. الكذب حرام، كذب على الله، الكذب على رسوله، الكذب على الناس حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. الله حرم الكذب ونهى عنه وتوعد الكاذبين، فلا يجوز الكذب في أي وقت. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا لم أحج، هل لي أن أأتي بأكثر من عمرة أم لا بد من الحج أولا؟ لا مانع من أن تأتي بعمرة، ولكن لا بد من الحج. إذا كنت لم تحج حجة الإسلام فلا بد من الاتيان به مع القدرة والاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن من أركان الإسلام، ولا مانع أنك تعتمر قبله أو بعده. العمرة ليس لها وقت محدد من السنة. نعم. يسأل هذا السائل: بالنسبة للمذي، هل هو نجس فضيلة الشيخ؟ نعم، المذي نجس، يجب غسله، إلا أن نجاسته مخففة، أخف من نجاسة البول، فيكفي نضحه بالماء. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، ما حكم تشغيلي للقرآن الكريم على إذاعة القرآن الكريم خلال نومي في غرفتي لوحدي؟ إذا كنت تستمع له هذا شيء طيب، أما إذا كنت لا تستمع له وتنام هذا لا فائدة منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أعطيت أحد الإخوان مبلغ معين لمدة معينة، وحلفت بأنني سأعطي في هذه المدة، ومرت المدة وما أعطيته شيء، فهل علي ذنب؟ إذا كنت ناسيا هذا وعد، هذا يعتبر من الوعد، ولكن حلفت عليه، فإذا حلفت يلزمك الوفاء بهذا الوعد. إذا كنت ناسيا ومضت المدة ونسيت فلا حرج عليه، أما إذا كنت متعمدا ومضت المدة المحددة فأنت آثم في ذلك. نعم. يقول: ما المقصود بلقطة الحرم وما حكمها؟ وأيضا مع الإثم يجب عليك الكفارة، إذا حلفت أنك تعطيه في هذه المدة ولم تعطيه متعمدا فعليك الكفارة مع التوبة. نعم. يقول: ما المقصود بلقطة الحرم وما حكمها؟ المقصود بلقطة الحرم المال الضائع في الحرم، المال الضائع في الحرم، فمن وجده فإنه يأخذه وينادي عليه وينشد عليه في الأماكن التي يرجى فيها وجود صاحبه، ولا يتموله أبدا، لأن لقطة الحرم لا تتمول، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطته، يعني الحرم، إلا لمنشد، يعني من يأخذها ويبحث عن صاحبها. وإذا كنت تقول: أنا لا أستطيع أني أبحث عن صاحبها، فهناك جهة مختصة للأموال الضائعة، جهة حكومية مختصة للأموال الضائعة عند المسجد الحرام، تذهب إليها وتسلمها هذه اللقطة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من لا يخشع في الصلاة، وهل تكون الصلاة مقبولة؟ الصلاة لا يؤمر بإعادتها لأنه صلى، ولكن الخشوع هذا ليس من شروطها وأركانها وواجباتها، إنما هو روحها. فلا تقبل صلاة بغير خشوع أو حضور قلب، لا تقبل بغير حضور قلب، وليس له من صلاة إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه منها. يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وعليه أن يتجنب الشواغل التي تشغله عن الخشوع. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضر الطعام أن يشغله، نهى عن أن يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين البول والغائط، لأنها شواغل. فعلى الإنسان أنه يدخل الصلاة وهو فارغ البال وفي مكان وزمان مناسب لراحته في الصلاة. نعم. هذا
السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت الزوجة تعصي الزوج في جميع أموره وهو صابر عليها، هل يقوم بطلاقها؟ نعم، طلاق له أن يطلقها إذا لم تصلح له، وكانت لا تؤدي حقه له أن يطلقها، تخلص منها، يرزقه الله خيرا منها. نعم. يسأل السائل ويقول: هل يجب ذكر دعاء الاستفتاح عند الدخول والإمام يصلي؟ يدخل ويستفتح، نعم، لأن الاستفتاح لا يتحمله الإمام عن المأموم بخلاف القراءة، فيستفتح حتى فيما يجهر فيه إمامه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أكثر من شخص وفي نفس المرة الأولى؟ العمرة لا تجزي إلا عن شخص واحد، والحج لا يجزي إلا عن شخص واحد، لا يشترك فيه بين أشخاص، وإذا أراد أنه ينفع إخوانه فيعتمر عن كل واحد عمرة مستقلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل عن معنى حديث هدايا العمال غلول. نعم، الرشوة، هذه الرشوة، والعمال المراد بهم الموظفون، لا يعطون هدايا من المراجعين ومن لهم قضايا، لا يعطون. كذلك الذين يقبضون الزكوات، العمال الذين يقبضون الزكوات من الناس لا يعطون هدايا، إن هذا من الرشوة. قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبي على الصدقات، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب صلى الله عليه وسلم، قال: ما بال الرجل نستعمله على ما ولانا الله عليه، ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه فيرى هل يهدى إليه؟ واعتبر هذا صلى الله عليه وسلم من الغلول. فالواجب على الموظفين في أي مجال كانوا أن لا يقبلوا الهدايا من المراجعين ومن الناس ومن أصحاب القضايا، لأن هذه رشوة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، وهي السحت الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيخ، هذا السائل يقول: أنا صليت على ثوبي دم حيوان طير، هل أعيد الصلاة؟ وهل يختلف الدم الحيوان من إلى دم الإنسان؟ إذا صليت وأنت ناسي للدم أو للنجاسة، ناسي على ثوبك دم أو على بدنك، وصليت ولم تفطن إلا بعد ما صليت، صلاتك صحيحة، لكنك تغسله للمستقبل. جزاكم الله خيرا. هذه سائل يقول: هل بنت عم والدي من أرحامي، علي نقوم بزيارتها؟ نعم، لكنها من الأرحام البعيدين، فتزورها ما في مانع، لكن لا تعتبر من المحارم، إنما هي من ذوي الأرحام ومن الأقارب، وهي غير محرم. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أشهر الكتب في المذاهب المعاصرة التي يطلع عليها الإنسان؟ المذاهب المعاصرة لا أعرفها، مشهور المذاهب الأربعة فقهية، أما المذاهب المعاصرة السياسية والدعوية كما يقولون، وهذه لا أعرفها، وليس لها حصر أيضا. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم إرضاع طفل دون علم والديه، وهل تكون أمه من الرضاعة أمي؟ إذا كان الطفل محتاجا للرضاعة لغيبة أمه أو لعدم استطاعتها لإرضاعه، فإنها تحسن إليه وترضعه ويكون ابنا لها من الرضاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للاستخارة، هل هي للشخص نفسه، وهل من الممكن أن أستخير لأخي، وما طريقة الاستخارة؟ لا، الاستخارة للشخص ولا يستخير لغيره، إنما يستخير لنفسه، إذا هم بالأمر وأشكل عليه هل يمضي فيها أو لا يمضي، إنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدها بدعاء الاستخارة لنفسه لا لغيره. نعم. يقول: بالنسبة للأذكار، هل يجوز ترديدها ولو كنت في غير طهارة؟ نعم، الأذكار لا مانع، الطهارة إنما تشترط لتلاوة القرآن، أما الأدعية والأذكار فلا مانع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل ملتزم، ولكنني أثناء الصلاة يوسوس لي الشيطان بأمور قد تكون كفرية كهيئة الله ووجوده، وأنا أستعيذ من الشيطان، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، وارفض الوساوس واتركها ولا تتحدث بها ولا تضرك بإذن الله، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكر لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.